ومن صوت لبنان مع تحيات ميشيل الصيف، ايدي حطاب وسيف ماضي على التنفيذ. عناوين النشرة. جلسة ثانية لمجلس القضاء الأعلى، والبيطار يعد لخطوات جديدة. محي الدين يختتم زيارته إلى لبنان، والنتائج الأولية إيجابية. كتلة الوفاء تدعو وزراء الحكومة إلى تفعيل إنتاجيتهم ضمن صلاحياتهم، وبيرم موضوع اجتماع الحكومة متروك للاتصالات. المتقاعدون العسكريون يعلنون البدء بالاعتصامات المفتوحة في المحافظات يوم الاثنين المقبل. معهد سي تي شهادات رسمية وخاصة معترف بها دوليا، LTTS CST BT وBP. سي تي اختصاصات إدارية، فندقية، هندسية، صناعية، رياضة، فنون وتجميل بالفرعين الفرنسي والإنجليزي. سي تي مستديرة الدورة 01-257-700. الو يا حبيبي، لاقي دولي وسيارة رايحين، مش رح اقدر اجي على التسويق. هيدي مش حجة، موجود تايرز اند مور. يا خي وين بدي الاقي تايرز اند مور هلا انا؟ يا حبيبي عم بقول لك تايرز اند مور عندهم كذا فرع، صنايع، قنال 7، خلدي، الحدد، جسر الواطي وبشويفات. يلا روح على اقرب فرع، وبس تروح عند تايرز اند مور ما بتعطل هم شيء، بتقعد تشرب قهوتك، تحضر تي في، وهن بيهتموا بسيارتك. خلص ما لي خالق. تايرز اند مور عندهم خدمة الطريق، بيجوا لعندك وين ما كنت، وبيغيروا لك دواليبك والبطارية والزيت كمان. لايك ما عندهم حدا يروح عنك شغل كمان. يلا حكيوا ناطرك تايرز اند مور 01-340-888. تفاديا لأي خضات، الحكومة مؤجلة الانعقاد وتنشط الاتصالات لكلامه. وسط دعوة مريبة لكتلة الوفاء للمقاومة، الوزراء في الحكومة إلى تفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم. الرئيس ميقاتي مصر على موقفه، لا تدخل للحكومة بعمل القضاء. إذن لماذا لم يدعو إلى جلسة بعد؟ حرصا على القضاء أو خوفا من الذين يريدون القضاء على القضاء؟ اجتماع ثان لمجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود في غضون أسبوع واحد بعد اكتمال تعيينات أعضائه. واعتبرت الجلسة تتمة للجلسة الأولى في الثلاثاء الماضي، ويتركز البحث فيها حول أمرين: الأول الوضع في السلك القضائي على مختلف المستويات، بالإضافة إلى موضوع إمكان دعوة قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار للحضور أمام المجلس، في حين نظر في كتاب سلمه إلى وزير العدل القاضي هنرير خوري وفد مؤلف من 3 عائلات من ضحايا المرفأ برئاسة إبراهيم حطيط، يطلبون فيه تنحية المحقق العدلي عن الملف، إلا أن أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وأهالي ضحايا تفجير المرفأ والجرحى والمتضررين أكدوا في بيان دعمهم للقضاء وللقاضي طارق البيطار. وفي جديد خطوات القاضي بيطار، أفادت المعلومات أن بيطار راسل مجددا النيابة العامة التمييزية للبت في الخلاف مع وزير الداخلية بسام المولوي في ملف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كما راسل المجلس الأعلى للدفاع لإعطائه الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبة. قضائيا أيضا، أعلنت النيابة العامة اللبنانية عبر تويتر أن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات صادق على قرار توزيع الأعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان حسب ما ورد من النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون. في هذا الوقت، وعلى الرغم من تعطل جلسات الحكومة وبعد انطلاق المناقشات الفنية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، تواصلت اجتماعات الصندوق مع المسؤولين اللبنانيين تحضيرا لإطلاق المفاوضات الجدية.
وفي هذا الإطار عقد اجتماع بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محي الدين في حضور نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي، وزير المال يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد أمين سلام. وبحسب بيان صادر عن الاجتماع كان اللقاء إيجابيا، حيث تم البحث في أولويات الحكومة لا سيما بالنسبة إلى المشروع الاقتصادي الشامل. محي الدين اختتم زيارته إلى لبنان بلقاء وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب، وأكد محي الدين أن الزيارة كانت موفقة ذات نتائج جيدة، مشيرا إلى أنه لا يتفاوض مع الحكومة اللبنانية أو مع مصرف لبنان، بل يطلع على أولويات الدولة. وأشار محي الدين إلى أنه وجد في هذه الزيارة مقارنة بالزيارات السابقة توافقا أفضل حول الأولويات ولغة واحدة بين الأطراف حول الأمر الاقتصادي وآثاره الاجتماعية. في قصر بعبدة أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون للمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا أن العمل جار لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأن التحقيق المالي الجنائي بدأ اليوم، والحكومة ماضية في معالجة الشؤون الحياتية الملحة للحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين. وتسلم عون من السفيرة الفرنسية آن غريو رسالة شفهية من الرئيس إيمانويل ماكرون، جدد فيها تأكيد بلاده الوقوف إلى جانب لبنان والمساعدة في كل المجالات لتمكين اللبنانيين من مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها. عون عرض مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات المتعلقة بالانتخابات ودور المؤسسات الأمنية في المحافظة على الاستقرار. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي زار أيضا قصر بعبدة، حيث التقى رئيس الجمهورية وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح في ظل استمرار المساعي لمعاودة جلسات الحكومة، لكن أي موعد لم يتفق عليه بعد. وفي السرايا الحكومية عقدت لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام اجتماعها الثاني، حيث تم تكليف وزير العمل فيما يتعلق بلجنة المؤشر ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص. وتقدم وزير النقل بدراسة مالية للنقل العام رفعت إلى وزارة المالية لتحديد التكاليف اللازمة. بدوره عرض وزير المالية إجراءات الاستجابة للأزمة المعيشية الطارئة من رفع بدل النقل وأقرار سلفة شهرية كمساعدة اجتماعية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والمدارس على أن تحدد قيمة هذه المساعدات في أول جلسة لمجلس الوزراء. كما عرض وزير الشؤون الاجتماعية التعديلات المطلوبة في موضوع البطاقة التمويلية والتي حولت إلى رئيس مجلس النواب الذي قرر عقد جلسة نيابية في 28 من الشهر الجاري لإقرار هذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ. وزير العمل مصطفى بيرم اعتبر بعد اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام أن ما يصدر عن اللجنة استجابة أولية للتداعيات التي تحصل في البلد، على أن تكون المقررات مفيدة لأننا لا نملك ترف الوقت. وأعلن بيرم أن موضوع اجتماع الحكومة متروك للاتصالات. وفي هذا الإطار جاءت دعوة كتلة الوفاء للمقاومة الوزراء في الحكومة إلى تفعيل الإنتاجية في وزارتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم. أكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل من واشنطن أن لبنان يعاني من مشكلة التدخل في شؤونه عبر دولة اسمها إيران، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته. وقال الجميل: نؤمن بحياد لبنان وبأن لا يكون جزءا من محور سوريا إيران حزب الله الذي يقود لبنان إلى عزلة عربية ودولية. وفي حديث للحرة طالب الجميل بإجراء الانتخابات المقبلة بإشراف دولي، لأننا لا نثق بأن الإدارة الحالية قادرة على التعاطي بنزاهة وموضوعية مع الاستحقاق. وفي حديث للأم تي في أكد الجميل العمل لإعادة القوة للمؤسسات واستعادة الشرعية في مجلس النواب. نحن بهمنا أن نعلي الصوت على الوصاية الإيرانية عبر حزب الله اللي عم تتمارس على الدولة اللبنانية. بنفس الوقت كمان نحن بهمنا يعرفوا كل دول العالم، كل عواصم العالم، اليوم جولتنا على أمريكا، بكرة حنكون بأوروبا، كرمال تنقلهم أنه فيه اليوم جهد كتير كبير لتوحيد صفوف المعارضة بلبنان،
وأنه نحن بهمنا يكون في دعم كتير كبير للجيش اللبناني يلي عم بيتعرض لمحاولات كتير كبيرة لتشويه صورته ودوره وعليه ضغط سياسي كتير كبير تما يقوم بواجباته. محاولة تصوير الجيش كأنه هو الشق الضعيف بالمعادلة هذا كلام خاطئ، وهدفه أنه نفقد أي أمل بالمؤسسات وبالدولة. تهويل تبع حزب الله مردود، ما رح نخاف منه، ما رح نخاف من حدا، ورح نعمل شغلنا تنرجع قوة المؤسسات تبعنا، أولا بتقوية الجيش، وثانيا باستعادة الشرعية بمجلس النواب الانتخابات الجاية. بعد الإقبال على التسجيل، هل سيمول المنتشرون الانتخابات النيابية ويؤمنون مراقبتها؟ تقرير جوزيفين أبي غصن. مع إقرار مجلس النواب قانون الانتخابات النيابية المقبلة ومنحه المغتربين حق التصويت من بلدان إقامتهم ل 128 نائبا، نشطت الجمعيات الاغترابية في دول الانتشار على تشجيع المغتربين للتسجيل ليتسنى لهم ممارسة حقهم في التصويت، حسب أمين عام الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم روجي هاني. إن شاء الله مثل ما نحن عم نعمل حساباتنا نقطع ال 300-400 ألف مسجل. سبب واحد، مرة الماضي كانت ماشية مثل منا وما كان العالم واعي شو عم يصير فيهم. هلا الضرر اللي صار لهم والانهيار البلد ان كان داخليا يا من خارجيا ما في عنده احترام كل دول العالم، نحن حسينا بهالانتشار انه عندنا واجب كثير مهم تجاه بلدنا لحتى نرجع نصير باللائحة الكبيرة من البلدان المهمة اللي العالم بتشوف حالها فيها. وكشف هاني، عم نعمل اتصال مع البلديات الموجودين فيها وجود لبناني يساعدونا ليخففوا عبء المصاريف، حسنا الدولة ما فيها مصاري كلنا نعرف وما عندها الامكانيات، وان شاء الله ما تكون هيدي حجة انه ما عندنا الامكانيات لحتى نبعث اشخاص يكشفوا. عم نطلب من الماليات، بعثنا مكتيب اكد لك انه بنيويورك وبفرنسا هون باستراليا، عم نتصل بالبلديات لحتى يعطونا مراكز ويكون في عندهم حتى اشخاص من قبلهم هن يكشفوا على مصداقيه الانتخاب. ووجه رساله الى الداخل اللبناني، مسؤوليه كمان على اللبناني المقيم، نعتبر لوائح الشطب عندنا نحن 1.5 مليون لبناني راح انتخب منهم 200,000-300,000، هذا عيب عيب. حسنا اللي صاب الاغتراب صاب اللبنانيه كمان، مش بس برا انصابوا، كلنا انضرينا اللبناني والمغترب برا بلد كله، وكلنا انصبنا بالمشاكل. وبتأمل انه التغيير كمان يجي من جوا ومن برا، بس انه برا لوحده ما في غير، وجوا اذا كان ما اخذوا مسؤوليتهم على عاتقهم كمان ما بدنا نيجي بكره نتبكبك نقول دماج ما وصلنا ما قدرنا نعملنا، لا كلنا بدنا نعمل يلا بيات جوا وبرا. مهلة التسجيل للمغتربين تنتهي في 20 من تشرين الثاني المقبل. جوزيفين أبي غصن، إذاعة صوت لبنان. عرضت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة مالية قدرها $5 مليون مقابل القيادي في حزب الله هيثم علي طبطبائي المصنف كإرهابي عالمي عام 2016. وأشار حساب برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن طبطبائي يعمل كقائد للقوات الخاصة في اليمن وسوريا وساعد على زعزعة استقرار المنطقة. ما زال الشارع يترجم غضبه إزاء ارتفاع سعر صفيحة البنزين أمس متخطيا 300,000 ليرة لبنانية، مع العلم أن هذا السعر لن يكون السعر النهائي وهو مرجح للارتفاع في الأسابيع المقبلة. أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التاكسي تجمعوا أمام وزارة الطاقة التي تنصلت أمس من أي مسؤولية لها في زيادة أسعار المحروقات وقطع السير على جادة بيير لجميل بالاتجاهين، قبل أن يحصل نقاش بينهم وبين وزير الطاقة وليد فياض. إذا لا سمح الله زاد سعر صرف الدولار شيك ما خلي مجلس الوزراء بس أول جلسة تكون وما غير سعر البنزين. نعم. مثل ما انت عم تحكي. نعم. في مشكلة واحدة رح تصير انه الموردين تبع البنزين ما بقى رح يجيبوا بنزين. اصلا نحن نتبع عبد بنزين. ما خلص معناتها نفس النتيجة. اوكي لا مش نفس النتيجة. لا ما عليك عم بيغلى السوبرماركت علينا. لحظة ما عليك عم بيغلى السوبرماركت، عم بيغلى الاكل، عم بيغلى القطع، عم بيغلى كل شيء. لا خلي سعر التانكي مثل ما هي، ما يكون في بنزين، خلي هالعالم كلها تحس معنا، ما بقى تغلوا تانكي البنزين علينا. واحتجاجا على الأوضاع المتردية، تم قطع السير على تقاطعات الصيف جورج حداد، جسر الرينج والقاعدة البحرية في بيروت، وأعيد بعد الظهر فتح كل الطرقات في نطاق العاصمة.
وفي طرابلس نفذ سائق الباصات اعتصاما عند مدخل المدينة الجنوبي احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات وتردي الأوضاع المعيشية مطالبين بالدعم. إذن ارتفاع أسعار المحروقات الأخير يكبل حياة المواطنين. التفاصيل في هذا التقرير لرانيا عبيد. ارتفاع أسعار المحروقات الأخير التهم لقمة عيش المواطن بالكامل، فأصبح راتب الفرد الواحد يتراوح بين سعر صفيحتين أو ثلاث من البنزين، وبالتالي لم يعد بإمكانه تأمين حاجات وأساسيات الحياة. كيف سيسير المواطنون بعد تسعيرة 300 و2000 للصفيحة الواحدة؟ على غلى البنزين صرنا عم نجمع شغلنا فرد نهار تنزل نهار واحد على بيروت، وكنا نتغدى بالبيت صرنا هلأ عم ناخد زودتنا، وفي حال صار البنزين 500,000 لا مهرب بالحمار، يعني إذا ما صار على السوق السوداء كمان. أنا بجي بسيارتي على شغلي، هو بيته شوي بعيد عن الشغل، صار الترانسبار من البيت على الشغل مكلف. هو لو في بيسات مرتبة تبقى لهالوقت، واحد بده يضطر يرجع بسيارته ويروح بسيارته، وبده يتحمل كل هالتكلفة وبده يتحمل كل هالظلم والغلا اللي عم بيصير. عم نشتغل على الفاضي، شو بدنا نقول؟ كل اللي بنشتغل ونحطه حق بنزين، الله يستر، لوين واصلين مش معروف. الخبير الاقتصادي جهاد حكيم تحدث لصوت لبنان عن ارتفاع أسعار المحروقات من الناحية الاقتصادية. أسعار النفط عالميا هي على ارتفاع، وبس تصير في زيادة لارتفاع سعر النفط عم بيصير في خروج لدولارات أكثر من البلد، عم ينعكس هذا الشيء بميزان المدفوعات وعلى حساب الجاري كارنت أكاونت، يعني هو بعده بيعجز كتير كبير. كل ما يصير في تدهور أكثر لسعر صرف الليرة أم لزيادة لسعر المحروقات عالميا، رح نشوف في زيادة بعد أكثر لتنكة البنزين وللمحروقات بشكل عام. أما عن وجود خطة تنقذ الوضع يجيب حكيم. اليوم ما في خطة، في عندك إطلاق وعود كانوا يوهموا أن اليوم بدنا نعطيك بطاقة تمويلية، اليوم بدنا نرفع الدعم تدريجيا، يعني بكرة رح ننزل لك سعر الصرف، بيطرقوا عليه وعود واهية، والبدائل ما بتكون بالنسبة إلي هالبطاقة اللي عم بيسموها البطاقة التمويلية، البدائل يكون عندك نقل عام مشترك مثل ملازم، البدائل تأمني له الخدمات والبيئة الاستثمارية للشركات. بشكل أو بآخر ارتفاع أسعار المحروقات سيضرب القطاعات كافة، النقل، الغاز، السلع الغذائية، الخبز، الطبابة، كما التدفئة، دون أن ننسى أننا على أبواب الشتاء. لبنان إلى مزيد من التضخم والتدهور دون وجود أي خطة أنقاذية، فكل الخطط فشلت والبطاقات تبخرت. رانيا عبيد، صوت لبنان. أعلن المتقاعدون العسكريون البدء بالاعتصامات المفتوحة في المحافظات بدءا من يوم الاثنين المقبل أمام فرعي مصرف لبنان في صيدا وطرابلس وسرايا النبطية، كما قرروا التجمع المركزي الواسع أمام نصب الجندي المجهول في محلة المتحف في بيروت، وإقامة خيمة دائمة للاعتصام المفتوح حتى تحقيق المطالب التي تتلخص بزيادة الرواتب مع دراسة وتقويم وعدالة والتغطية الطبية الشاملة للعسكريين في الخدمة والتقاعد ولعائلاتهم. أعلنت إدارة الأحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيلول 2021 سجل ارتفاعا وقدره 8.16% بالنسبة لشهر آب 2021. وأشارت إدارة الأحصاء إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيلول سجل ارتفاعا وقدره 144.12% بالنسبة لشهر أيلول من العام 2020، كما بلغ تضخم أسعار الاستهلاك خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة 116.1%. تفقد وزير الداخلية بسام المولوي مطار رفيق الحرير الدولي ودعا إلى التشدد في الرقابة والتفتيش لضبط التهريب، مؤكدا الحرص على أمن الدول العربية. بدي اتوجه للدول العربية كلهم والدول الشقيقة وخاصة المملكة العربية السعودية، انه المواطنين بلبنان كلهم حريصين على امنها وسلامتها وعلى امنها المجتمعي، وانه التجار بلبنان والمزارعين والصناعيين وكل القطاعات كلياتها بتتكل على شغلها بالمملكة كما بكل الدول العربية، وعلى علاقتها سواء التجارية او الزراعية او الصناعية او التصدير. نحن بدنا نأكد انه المواطنين اللبنانيين بدنا نتمنى منهم ونتمنى من جهاز امن المطار يتشدد الى الحدود القصوى بضبط كل المعابر لحتى منع اي اذى ممكن يصدر من لبنان. جمعية نورج تعيد أعمار المنطقة المنكوبة في عين الرمانة نتيجة الاشتباكات التي حصلت الخميس الفائت. تقرير ترازي الخوري.
مواطن من عين الرمان شاهد حي على ما حصل الخميس الفائت، رصاص عشوائي، خراب ودمار وساحة حرب. أين الدولة والجيش؟ الجيش أول شيء حاطين كانوا يمكن عسكريين، أما ثلاثة على رأس الشارع هيدا أبدا ما بيكفي. تاني شيء الجيش بس يشوف حدا معه بارودة تاني مرة مش بيشحطه، أما بعيط عليه بقوس عليه تاني مرة اللي معه بارودة، حتى بارودة ما قشطه يعني. الجيش تاني مرة يعني معلش حامل بارودة مش على الفاضي، يعني بقوس يقوس عليه من كان من هالجهة ولا من الجهة التانية. بعد مرور أسبوع على الحادثة، المهندس بيير بطرس ابن عين الرماني يتذكر معاناة أهالي المنطقة رافضا العودة إلى منطق الحرب والطائفية. نسبة لكل الظروف الاقتصادية اللي مارق فيها البلد، العالم اليوم بحالة إذا واحد مش بس بينكسر إزاز، إذا بيصير عنده حيلا شيء بالبيت ما قدر يصلحه، كيف إذا العالم تكسرت بيوتها ونحن على بواب شتي؟ هيدا واحد. عدا الزعر اللي سببته هالأحداث، عالم قاعدة ببيوتها، رصاص فات على قلب بيوتهم والبسيفنات عم بتفقع فوقهم، وأكيد كل هالإشياء هيدي اللي صارت نحن أمام واقع. حسينا اليوم أنه لازم نجي نحسس العالم أنه في حدا حدون ومش متروكين لوحدون. جمعية نوراج برئاسة الدكتور فؤاد أبو نادر تقوم بمسح شامل للأضرار وتؤكد أن إرادة الحياة هي الأقوى. الدكتور أبو نادر يقترح على البلديات إعادة اللحمة بين أبناء الشياح عين الرمانة. يعملوا سياسي قد ما بدهم بس محلنا يلعب السلم الأهلي، وهيدي لو بقيت مظاهرة نازلة على طريق سامي الصلح على قصر العدل ما كان صار شيء، لو شو ما صرخوا ولو شو ما قالوا ما كان صار شيء، بس لأنه انفرقوا وفاتوا على منطقة سكنية بعين الرمانة الناس ما فيها تحمل أنه واحد يفوت على نصف بيتها يكسر لبيتها ويخبطهم ويقوس عليهم ويكسر لهم زيز بيتهم أو إلى آخره وما حدا يعمل شيء. ما بالآخر الناس بدها تكون عندها تحافظ على كرامتها وتحافظ على أهلها وعلى بيتها. رئيس بلدية فرن الشباك عين الرماني ريمو سمعان عاين الأضرار وطلب بكشف ملابسات القضية. بعد ما نعمل أحسن الأضرار يعني بعد هلا بدهم يمشوا كلهم يجوا الطلبات على البلدية تاني بعدها للهيئة الإغاثة، يعني مرق اللواء خير وقال لهم أنه قدموا شو عندكم أضرار ونبعث له إياها إن شاء الله بس يلبونا مش أكثر. ولأن الحرب يجب ألا تتكرر أرادت نورج إعادة الحياة إلى منطقة عاشت يوم رعب ولسان حال أهلها عين الرمانة خط أحمر. تراز الخوري، صوت لبنان. نتابع النشرة بعد الفصل، وفيها اتصال بين ولي عهد أبوظبي والرئيس السوري. في موشة المساء أي مسلسل تجري حلقاته على الساحة اللبنانية؟ وهل بقي من قدرات لمواجهة الأزمات المتناسلة بعد التعهدات التي قطعت إثر تشكيل الحكومة؟ وإلى متى يمضي السباق بين ما هو أمني وسياسي وقضائي ونقدي؟ وهل دخلت البلاد مدار المفاجآت غير المحسوبة سلفا؟ الجواب مع المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصائغ. موشة المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15، إعداد وتقديم جورج شاهين. اعتبر وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن أي عملية دبلوماسية أو اتفاق لن يوقف البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن المواجهة مع طهران هي مسألة وقت وأن الأمر لن يستغرق طويلا. وزيرة الخارجية البريطانية رأت أن كل تأجيل إيراني للمفاوضات يقلل الفرص الدبلوماسية، لافتة إلى أن برنامج إيران النووي وصل إلى درجة غير مسبوقة من التطور. تلقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد تناول الأوضاع في سوريا والمنطقة. أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة استخدمت في محاولة لتهريب كميات من المواد المخدرة من الأراضي السورية إلى المملكة الهاشمية. أكد السفير الأمريكي لدى تونس مواصلة بلاده دعم الاقتصاد التونسي، داعيا حكومة نجلاء بودان لتنفيذ برنامجها الإصلاحي. واعتبر السفير الأمريكي أن على الرئيس التونسي وضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية وضمان عودة المؤسسات الديمقراطية. ماذا في أخبار الرياضة مع رومان طنوس؟ بجديد الأخبار، أفادت المعلومات أن اللاعب الدولي الإسباني جوردي ألبا سيغيب عن برشلونة بمواجهة ريال مدريد بلقاء الكلاسيكو ضمن الجولة 10 للدوري الإسباني بسبب التواء بالقدم اليسرى.
أما بالرياضات الميكانيكية يريد السائق الهولندي ماكس فيرستابن بأي ثمن الفوز على وصيفه وحامل اللقب البريطاني لويس هاملتون، وذلك بهدف تعزيز صدارته للترتيب العام الحالي للسائقين. محلياً فازت سيدات منتخب لبنان لكرة القدم على حساب السيدات الإمارات بهدف دون رد بالجولة الثانية من التصفيات. محلياً استضاف معهد الرسل جوني بطولة جبل لبنان في الوشو كونغفو للفئة العمرية 12-17 سنة، ويلي نظمها اتحاد اللعبة بمشاركة 67 لاعب ولاعبة مثلوا عدد من الأندية اللبنانية. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ جو مستقر في الأيام المقبلة مع استقرار نسبي بالحرارة التي تتراوح ساحلا بين 18 و26 درجة. كان في هذه النشرة جلسة ثانية لمجلس القضاء الأعلى والبيطار يعد لخطوات جديدة. محي الدين يختتم زيارته إلى لبنان والنتائج الأولية إيجابية. كتلة الوفاء تدعو وزراء الحكومة إلى تفعيل إنتاجيتهم ضمن صلاحياتهم. وبيرم موضوع اجتماع الحكومة متروك للاتصالات. المتقاعدون العسكريون يعلنون البدء بالاعتصامات المفتوحة في المحافظات يوم الاثنين المقبل. ختام النشرة قدمناها لكم من صوت لبنان.